وخلوني أروح بقى على إيه، على تقرير لطيف جدا، أم وبطلة. آه والله، عبير عبد الرحمن أول مصرية تفوز بميداليتين في دورتين أولمبيتين في رفع الأثقال. عبير بطلة على المستوى الأسري، فبعد ما اتجوزت وأنجبت لم يمنعها جوازها وأمومتها من أنها تحقق الحلم، وتزوجت أيضا من البطل الكابتن محمد سلطان والحاصل على بطولات عديدة ما شاء الله في رفع الأثقال، وأنجبوا 3 أولاد وتصنع منهم برضو أبطال. قصص النجاح في بلدنا لا تنتهي ومش هتنتهي. شوفوا التقرير. أنا بدأت وأنا عمري 9 سنين، وبصراحة ما لفتتش انتباهي خالص يعني في الأول. بابا اللي كان عايزني ألعب، كان في نهلة رمضان طبعاً بطلة كبيرة قوي، كان نفسه أبقى زيها، عشان كده خلاني ألعب وابتدي من سن صغير قوي، وابتديت مع كابتن رمضان الله يرحمه. وبعد كده بدأت أحب اللعبة حبة حبة. أول ما بدأت أكسب أول بطولة حبيتها جداً بقى وتعلقت بيها، قلت إن شاء الله أنا لازم أكملها وأعمل فيها حاجة كويس قوي، والحمد لله كملت ودخلت المنتخب وانا عمري 11 سنه، وده كان سن صغير قوي ان بنت صغيره قوي تدخل المنتخب كده. كنت بروح شويه المنتخب وارجع البيت تاني، بس استقريت وانا عندي 13 سنه، واول بطوله دوليه شاركت فيها كان عندي 15 سنه وعملت فيها مركز اول، وهي دي كانت اول بقى البدايه يعني الحقيقيه. انا اصلا اعتزلت من 2013، جات لي اصابه وبعدها شويه اعتزلت، واتجوزت في 2014 وفضلت مريحه شويه كده بعد ما جبت اول بيبي، وبعد كده حبيت ارجع تاني وحشتني اللعبه، فقلت لازم ارجع اتمرن تاني او اعمل حاجه جديده يعني. رجعت اتمرنت بالفعل شويه، بس يعني حسيت لا يعني بيتي اهم وولادي اهم، فانا مش عايزه بصراحه اضيع لحظه ما تكونش معاهم، عايزه اشوفهم هم بيكبروا وعايزه اتعامل معاهم في كل حاجه بيعملوها في اليوم كله، فقلت لا مش هرجع العب تاني، بس ممكن امرن او ادرب حد فابقى حواليا وفي وسطهم، وفي نفس الوقت بحقق الحاجه اللي انا بحبها والحاجه اللي انا عايزاها يعني. واتمنى ان انا يبقى عندي بنات كتير ان شاء الله اطلعهم يبقوا ابطال ان شاء الله. جوزي اصلا لحد دلوقتي بيلعب، وهو برضو مدرب، وهو اللي خلاني ادخل في موضوع التدريب ده، علمني كتير قوي بصراحه. الموضوع مش سهل ابدا ان انا عندي 3 أطفال وان انا اشتغل في نفس الوقت، ده بصراحه مش سهل ابدا عليا، عشان في حاجات كتير قوي بنعملها في اليوم، مذاكره واكل واهتمامات كتير قوي، بس بحاول على قد ما اقدر اعمل كده طبعا، وجوزي بيساعدني في الموضوع ده، بس يعني قلت لا هكمل الحاجه اللي انا بحبها وهكبر فيها ان شاء الله، وهم مش عائق ابدا، بالعكس هم بيساعدوني وبعدين بيتمرنوا معايا يعني. بس اتمنى ان هم يحبوها واتمنى ان هم يلعبوها ان شاء الله ويبقوا ابطال كبار فيها ان شاء الله. قصتي بقى مع الميداليات، انا شاركت في 2008 في اولمبياد بكين، وفي 2012 اولمبياد لندن، وحصلت على المركز الخامس في الدورتين، وبعدها في 2016 تقريبا جالي اتصال قالوا لي انت كسبتي ميداليه فضه في لندن وبرونز في بكين. انا مش مصدقه، عمرها ما حصلت مع حد ابدا في التاريخ في اي رياضه تانية. يا جماعه بجد ولا انتوا بتضحكوا عليا؟ بجد كنت خايفه اتعلق بامل ما يكونش موجود، لان هو ما حصلش قبل كده. بس بعدها اتاكدت فعلا، والاتحاد الدولي نزل على صفحته واللجنه الاولمبيه الدوليه. انا اي نعم فرحت قوي، بس كان نفسي احقق الميداليات دي في وقتها، اكيد كان هيبقى الوضع مختلف. بس طبعا عايزه اقول ان ربنا ما بيضيعش تعب حد ابدا، وان حقيقه انا كنت استاهل الميداليات دي، عشان كده ربنا بعتها لي حتى لو بعد سنين كتير، بس انا مبسوطه بيها جدا. ده كان حافز ليها قوي ان هي ترجع، بس كان الموضوع برضو في الاول هياثر على البيت من ناحيه الاولاد، فهي كانت ما بين اختيارين، تكمل وتاخد بالها من الولاد ولا تحاول ترجع تاني. فكان قرارها ان هي لا، انا الاولاد عندي اهم، وده كنا اللي متفقين عليه من الاول، لحد ما فتحنا الاكاديميه هنا من سنه تقريبا. كانت تشجيع ليها بقى جامد ان هي ترجع تاني تتمرن بقى براحتها هنا، وتبتدي مرحله التدريب بقى ان هي تدرب كمان. بابايا ومامتي هم اكتر داعمين ليا بصراحه من اول ما ابتديت لحد دلوقتي يعني، في كل حاجه بعملها بيشجعوني، ومؤخرا بقى بعد ما اتجوزت جوزي كابتن سلطان. نفسي اكبر المكان اكتر بكتير قوي ان شاء الله.